مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل نجدد لكم التحيه، وها هي الانطلاقه لشوط اخر من اشواط التحدي من اشواط الاثاره هنا على ارضيه هذا الميدان، وها هي الانطلاقه هنا لشوطنا الخامس في مجموع الاشواط. انتهينا من الجوله الاولى ونبدا في الجوله الثانيه هنا على ارضيه هذا الميدان وشوطنا الخامس الخاص باللقاية البكار. المحليات الاصايل من هجني اصحاب السمو الشيوخ، والباب مفتوح لابناء القبائل في هذه التحديات الجميله. مشاهدينا الكرام نتابع هذه المجريات، نتابع التحدي، نتابع الاثاره مشاهدينا الكرام، وتوقيتاتنا ومسيراتنا. ولا زالت الظبي هي صاحبة التوقيت الزمني الأفضل. هنا المبارك بن ناصر بن محمد بن حباب الهاجري بأيضا 6 دقائق 6 ثواني توقيتها الزمني الأفضل. نتابع هنا الانطلاق، نتابع الصدارة، نتابع المقدمة والمركز الأول. ها هي المسيرة ونتابع التحدي، نتابع التحدي، نتابع مشاهدينا الكرام صدارة هذا الشوط والمركز الأول. من تفتتح الإذاعة لغزيلة لمحمد بن السهيل بن راعي العوية العامري، ولكن هنا ريتاج لسهيل بن عبيد بن عبد الله بن يميع. من تغير بهذه اللحظات على الصدارة وعلى المركز الأول؟ هناك هملولة عبد الواحد بن خزع بن عفة العامري على المركز الثالث، وفي المركز الرابع والمنطلقة هنا سرابة لسعيد بن علي بن رشيد لقتبي على المركز الرابع، وعلى المركز الخامس الشاهينية خلفان بن هلال بن عبيد العليلي تأتينا خامسا، وفي المركز السادس والمنطلقة على المركز السادس هنا تأتي الوسمية للعبد بن علي بن محمد الزرعي. المنطلقة في هذه اللحظات بهذا الأداء المميز الجميل، الوصول من هقوة لسعادة الشيخ فواز بن عبد الله بن عبد الرحمن آل ثاني أحمد بن محمد بن كراز في التضمير، من ينطلق بهذا الأداء المميز الجميل على المركز السابع، وفي المركز الثامن غزوة منصور بن أحمد بن كراز المهيري مع غزوة. هنا المنطلقة في هذا التحدي المميز الجميل. أما على المركز التاسع هناك الوصول من قبل هنا خيرة لراشد بن عامر بن عفوس المنصوري، وعلى المركز العاشر تاتي الذبة لسعيد بن محمد بن عبيد الاقتبي. هذه هي النتيجة للمراكز الأولى المنطلقة في هذا التحدي الجميل. نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى صدارة هذا الشوط وإلى لغزيلة. لغزيلة على الصدارة، على المقدمة لمحمد بن السير راعي العوية العامري، هي المنطلقة على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني تأتي هملولة عبد الواحد بن خزع بن عثة العامري. من يأتينا هنا من مصانع الجنوب هذا الانطلاق المميز الجميل، وعلى المركز الثالث هنا تأتي ريتاج لسهيل بن عبيد بن عبد الله بن يميع. المنطلقة على المركز الثالث في هذه اللحظات بهذه التحديات الجميلة، وعلى المركز الرابع نتأخر وناخذ المركز الرابع، والمركز الرابع قدوم هنا على المركز الرابع من قبل هنا القادمة الوسمية العبد بن علي بن محمد الزرعي، والوصول من قبل سرابة لسعيد بن علي بن رشيد لقتبي، وفي المركز الخامس الوصول من نوادر هنا بهذا الانطلاق المميز الجميل لسيد عبد الله بن بخيت بن مسعود لقتبي. عبد الله بن بخيت المسعودي لكتبي المنطلقة على المركز السادس، وفي المركز السابع هلاك الحمد بن صويح بن سالم بن علوبة العامري، وهناك أيضا الشاهنية خلفان بن هلال بن عبيد العليلي. ونعود إلى الصدارة،
نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط هنا بهذا الانطلاق المميز والغزيلة المسيطرة على زمام الأمور. محمد بن السير العوية العامري هنا المنطلق على المركز الأول، هملولة من الجانب الآخر مع 600 متر، هملولة لعبد الواحد بن خزع بالعثة العامري، ولكن هنا صدارة، هنا المقدمة مع الغزيلة. محمد بن السير العوية العامري يسيطر بالغزيلة على الصدارة. سلام مدينة العين، سلام أهالي مصانع الجنوب، سلام على هذا الأداء المميز الجميل، والتحية والاحترام على هذا الأداء المميز لغزيلة لمحمد بن السير العوية العامري على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. تهانينا والناموس على هذا الفوز المميز الجميل ولحظة وصول هنا لغزيلة إلى خط النهاية، وعلن الفوز والناموس. تهانينا لمحمد بن السير العوية العامري على هذا الفوز المميز. المركز الثاني والوصول من هملولة على المركز الثاني للسيد عبد الواحد بن خزع بن عثة العامري، وفي المركز الثالث نوادر لعبد الله بن مخيت المسعودي الكتبي، والوصول من قبل الوسمية للعبد بن علي بن محمد الزرعي، وريتاج لسهيل بن عبيد بن عبد الله بن إيميع خامسا. والتوقيت الزمني 6 دقائق 8 ثواني هو التوقيت الزمني مع لغزيلة.